الشقري دائما ما كنتم اهلا بكم في ميكرو سبور. ما يقترب بانتهاء البطوله الوطنيه الاحترافيه اللي منزلها شريع باش تسولوا بعض المواطنين علاش بعض البيضاويين كيقولوا على ان فريق الوداد البيضاوي لكره القدم عنده 14 بطوله وما عندوش 19. بقوا معنا وشوفوا اجوبه ديال الناس. حيت البطولات اللي ناقصين في الحساب حاسبين دابا هما كيحسبوا لهم من الاستقلال لهنايا، ما حاسبينش ايامات الاستعمار. حيت ايامات الاستعمار الوداد كان ديك الساعه دات جي 4 بطولات ودابا كملت 19. هادشي علاش واللي منوض هادشي كلهم الرجوين فيهم الحسد بزاف. لا لا كلشي محسوب، حيت ملي بدات البطوله ملي تاسست البطوله في المغرب داكشي كيتحسب من الاول ديالو. هذه دابا غير مجرد النقاشات. دابا الوداديين راك عارف الوداديين مع الرجاويين ما كيتحاملوش، هذه الاولى بعد وداكشي كيبقى ديال هما كيبقى ديالهم هما. تيقول لك زعما 19 البطوله، المهم بطوله، المهم بطوله ديال المغربيه وصافي. بحال سوا الرزاج والوداد الحمد لله ديما مغرب. الوداد عندهم 13 بطوله ماشي 18 وماشي 19 وماشي 14 بطوله، عندهم 13 بطوله حيت خداو قبل من فهمتي حتى من بعد الاستقلال. عاد تحسبات لهم ديك البطوله قبل من الاستقلال اش كانوا كيديروا؟ انت حكروا على بطوله الافراعي ما كاينينش فهمتي. هادشي اللي نقدر نقول لك اختي، وكيبقاو بجوج فروق مزيانين فرقات مزيانين هما الرجاء والوداد. اختي الوداد عندنا حنا عندنا 19 بطوله ماشي 14 اختي كيقولوا الرجاويين اذا حنا عارفنا. المهم حنا كديو في الالعاب والرجاء والجمهور الرجاء راه كيهضر ديما 14 لا ماشي علاش ما قالوش شحال هادي انت كتقرب حنا ندوب العام حنا كنقربوا ندوب بطوله عفوا كيقولوا حق لا راه عندهم 14 بطوله حنا عندنا 19 بطوله والبطوله اختي راه حنا ديناها وانا اختي من الهرب ديال الوداد راه حنا على 16 لقب حتى عارف الوداد على 16 لقب ماشي 14 قال بطوله اول خرج اختي. بصراحه هي ما عندهمش 19 بطوله عندهم غير 14 بطوله لان قبل الاستعمار ما يمكنش تحسب لهم لان ديك الساعه ما كانت لا جامعه لا والو. نهار تكون الجامعه الملكيه ديك الساعه كنت معترفه بهم تكون معترفه ب 19 بطوله وهذا الراي ديالي انا فهمتيني. وتا هما راه كاينين فراقي في المغرب خداو بطوله قبل من هذوك تا هما يحسبوهم اليوم وديك الساعه يحسبوهم حتى الوداد ومرحبا. هما ديك الساعه شافوا الرجاء خدات 10 وشافوا الجيش هي عندها قربت ل 10 ولا تيقولوا باش يكون عندهم جوج نجمات وداك الشيء. الا كانت شي حاجه داروها هما بجداره واستحقاق يستاهلوها مبروك عليهم وخداو ما عرفتش. وحتى دابا هذه البطوله ديال هذا العام نيت براسها راه دابا نيت خيري حتى هو دخل في المشككين في النزاعه ديال هذه البطوله ديالي كامله لا في القسم الاول ولا في القسم الثاني. هما في الاصل يعني كان عندهم شي 5 البطولات ولا هادي ما كان من قبل الاستعمار ما كاين لا جامعه لا والو يعني ما غاديش تكون محسوبه لهم حيت كون كانت محسوبه لهم هما كاينين بزاف ديال الفراقي خاصهم حتى هما يتحسبوا لهم. ولكن من قبل الاستعمار ما كانت لا جامعه لا والو ما عندهم شي حاجه مضبوطة يعني قبل من الاستقلال ما كايناش شي حاجة مضبوطة اللي غادا تضبط بأن عندهم 19 بطولة اللي معروفة عليهم عندهم 14 بطولة. الوداد عنده 19 بطولة واخا أنا رجاوي وبصحتهم هاد البطولة هذا ما كان. إذا مشاهدنا كيف ما شفتوا معنا في الآراء كانت مختلفة بين كل قال لأن فريق الوداد عنده 19 البطولة فاز بها عن جدارة واستحقاق البعض الآخر قال لأنه فريق الوداد يلا عنده 14 البطولة لأن البطولة اللي فاز بها قبل من الاستقلال ما كتاخدش بين الاعتبار. إلى هنا مشاهدنا وصلنا لنهاية الحلقة كنضرب لكم موعد حلقة جديدة بحول الله إلى اللقاء.